أسهل طريقة لتموين اللوبيا الخضراء يلي موسمها بالصيفية هي الاحتفاظ فيها بالثلاجة. شوفوا الطريقة بحلو مالح معليها. هيدي اللوبيا الخضراء بعد ما غسلتها ونشفتها منيح وقطعتها حطيتها بكياس الثلاجة، بظهر الهواء من الكياس وبسكرهم منيح وبحطهم بالثلاجة، وهيك فيي احتفظ فيهم لمدة 6 شهور وبيضلوا نفس الطعمة وكأنهم بعدهم طازة. وهلأ بعدنا قطفينهم، وبس بدنا نطبخ اللوبيا بينطبخوا بنفس الطريقة يلي منطبخ فيها اللوبيا الخضراء الطازة. جربوا الطريقة وصحتين.